كده الفنان محمود عبد العزيز في فيلم شأن حق الزوجة لما قال لنعيم الصغير يا ستي أنا هسمي بنتي معزة أنا حر، وهي مصممة تسميها نظلة. قال يعني إيه نظلة صحيح؟ يعني حد عنده نظلة؟ نظلة دايما كانت نظلة أو طالعة، ما تفهميش كان مشكلتها إيه. الأسامي بقى وصلت معانا لمرحلة إن إحنا بنسمي ولادنا، يعني الواحدة من دول تبقى حامل تقعد تفكر في أسامي، ما تفكرش في الأسامي القريبة منها، تقعد تخترع وتقعد تجيب مجلدات وتخش على النت وتعمل سيرش، والاسم اللي لافف يعني مثلا كادي كادي بيسان، طب ليه ما تخليها بيس واحد؟ ليه بيسان وليه كادي؟ ليه كادي؟ كادي العزالة أنا من يومي. وبعدين تيجي بقى تدور تلاقي الاسم ده معناه اللي هو الحمام وهو طاير ريشه بيعمل فبقى كادي. كادي مثلا. بيسان اللي هو وانت ماشي كعب جزمتك بقى. طب وده ايه يعني صوت كعب الجزمه؟ يعني لازم تبقى في عمق في معنى الاسم ويبقى في تفاصيل التفاصيل التفاصيل عشان يبقى سبيشال. تجيبي كتالوج تمشي بيه، اسمك ايه يا حبيبتي؟ ثواني يا عمو الكتالوج اهو، اسمي جوه يا عمو. فلا صعب يعني، خير الامور الوسط، نسمي اسم كده معروف معناه ايه كذا، ورده ورده اهي ورده، انما ممكن بقى تسمي نوع ورده زي ديزي ليلي وبسان. ديزي ديزي ده نوع ورده، ديزي دي ديزي اسم ورده نوع ورده. بس ايه انا اسمي ديزي، يعني ايه ديزي؟ ديزي الورده اللي هي بتتزرع جنب خرير الماء والماء طالع ونازل بيبخ عليها فهي بتعمل يومي فبقت ديزي فبقت ديزي وبسنت. بسنت دي نوع من انواع الزهور نادر جدا بسنت. مش عارفه هنا ماما ليها مثل حلو قوي، بتقول لك لو كانت الاسماء بفلوس كانوا سموا العجل جاموس او كانوا سموا البدر جاموس. احنا فعلا بقينا بنعمل كده بالظبط، اسماء عشان مش بفلوس بنقعدوا نفتكسوا. بس ايه يعني ايه دماغ مامتك انها تقول لي سموا العجل جاموس؟ اكيد ما كانتش بتلقح عليا. لا اصل عجل وجاموس وماما اللي بتقولها. لا البدر، سوري انا قلت لو كانت الاسماء بفلوس ما كانوا سموا البدر جاموس. طب ليه كانوا كسبوا ايه؟ يعني انت دلوقتي خلفتي ولد زي البدر ما معكيش فلوس فهتسميه ايه؟ جاموس. على قد فلوسك عشان فلوس. تشتري له اسم، فاهمه؟ فقره بقى انه ايه لما تبقى البنت حامل كده وداخله على ولادها والعيله كلها فرحانه بيها، عيله الاب وعيله الام ويعني اول بيبي بقى وكله عايز يحط بقى التاتش بتاعه في الاسم، فيقعدوا بقى في القعدات والتجمعات العائليه في المناسبات هنسمي ايه هنسمي ايه، فكل واحد يطلع بافتكاسه بقى وكل واحد يبقى عامل الهوم ورك بتاعه في البيت وجاي عنده بقى شوية أسماء عايز يبهر العيلة بيها عشان يختاروا اسمه يبقى هو اللي سمى البيبي الجديد. فنلاقيه مثلا اسم رنوة. ما معنى كلمة رنوة؟ مش رانيا مثلا، رنوة هو النظرة السريعة، يعني أنا هسمي بنتي نظرة سريعة. ماشي بس ليه؟ يعني إيه الهدف؟ يعني مستعجلة، هي دايما مستعجلة. البنت نازلة مستعجلة، نظرة سريعة، شيء واحدة مستعجلة. في بقى اسم أسيف، أسيف أو أسيف مع حسب بقى مش عارفة حسب النطق، حسب ولد أو بنت. لا هو أسيف غالبا، أسيف مش عارفة ما فيهاش ألف، يبقى أسيف. أسيف هو رقيق القلب، أسميه أسيف. أسيف هتحسي هو يأسف على نفسه كده طول الوقت. وفي ماذي، ماذي هو العسل الأبيض. فليه من ودني من فين ودنك يا جحا؟ ليه ما نسمي أسماء ربنا اللي أسميه عسل الأبيض، أسميه بلاص العسل نفسه. من قلة الأسماء يعني أسمي واحد أسيف والتاني ماذي؟ ليه؟ ليه عمل فيهم كده؟ ليه عقدهم في حياتهم؟ مش عارف. في أسماء لعلمكم بتعقد الولاد جدا والعيال جدا في المدارس. يعني عليك لا يا بس بدرية اسم ما يعقدش. يعقد؟ ما يعقدش. طب قوليلي معناه إيه؟ البدر. لا طبعا. أمال الساعة البدرية ساعة خالص الصبح زي ضحى خالص. أمال اسمه إيه معناه إيه؟ المعزة الصغيرة. انت متاكده؟ لا انت مش متاكده. والله والله قالوا لي معناه المعزه الصغيره. يعني ليه امي تعمل فيا كده؟ ما كانتش تعرف. لا بس لو دورتي اكيد عليه في المعجم. انا اعتقد انه مش كده، يعني كانوا بيجبروا بخاطري يقولوا لي ايه لا ده معناها ايه بدريه، يعني جايه في البدريه او مؤنث البدر. طب يعني هي عشان ولدتني 6 الصبح تسميني جايه بدري بدريه؟ جايه بدري عادي بقى بدريه. طب لو كنت اتولدت على المغرب مغربيه ضحى بقى. هو ضحى ضحى لا العشاء
عشويه عشويه بس بجد فعلا انا اسمي معناه المعزه الصغير. طب خلاص ما تفاجئ ليه يا ندى كده؟ معزه صغيره افرضي حد جدبحني يا ندى. طيب تعالوا نطلع.